خواتنا دخلنا هنا خلصنا اونلاين خلصنا 10 لي يعني تقريبا بحال نقول 20 درهم مغربيه يعني لا اكثر 20 درهم مغربيه بحكاك ولا اكثر شويه. المهم دخلنا الغرفه التعذيب اللي كان فيها اللي كان كيعذب فيها دراكولا. غنوريكم الكاميرا دابا غنوريكم كل شيء هنا على كيفاش دراكولا كان كيفاش كان كيعذب الناس. المهم خوت كان كيلبسهم هذا بحال بحال شكل كيما بحال شكل الكيلوط ملي كيخلي هذا وكيلبس مع هذا اوكي ها هو وهذا الكلب سمو كي من هنا دخلهم في دخلهم في هذا البلاصه خوت كيقطع الرأس. المهم شي حوايج ما بغيت بحال نقولو بزاف. المهم هذا هاو من الفوق لتحت كيدخل فيه بنادم ما كيدخل بنادم هو الاول كيدخل وكيقطع كيبدا كيدخل بنادم هنا وكيخليها يعني كيبدا يدخل الماس هذا اللي تشوفوه ماشي بحال شكل ديال الماس اللي دخلتي هنا كيسد عليك بالبيبه وكيبدا كيبدا يدخل في هادو شتي كيدايرين هادو كيبدا يدخل فيهم يا ربي السلامة عذاب أليم. وهذا شنو هو هذا شوف هنا كيفاش هاهو كيبين الصورة بأنه كيعلقهم من عناقهم من عناقهم ومن رجليهم يعني كتبقى حكاك معلق يعني لو بغيتي تموت تبقى تتموت على راحت راحتك. وهذا كرسي الكرسي كله فيه خشب تا هو كيقول معرفتش كيفاش كيدير لي هذا. المهم كتدخل هنا كيبقى يزير كتدخل كتجلس كيبقى يزير على رجليك هنا كيبقى يزير. خلينا ندخل لداخل نشوف شنو كاين عاوتاني. المهم يا ربي هنا عاوتاني هذا كيفاش كي خلينا نشوف الصور مالي كيبينو كيفاش كان كيعذبني. المهم هذا في العمق يدخل في العمق اوكي يا ربي السلامة ما عرفتش كيفاش كان كيدير لهادي اوكي شوف كسبانة كلها بحال هكا اها اورايت هادي كان كيسد ها هو راي حيد الناس لاحظوا معايا هذا كله خوت هنا هذه فاز حفرات اليدين كيحط اليدين هنا اليدين كيتحطوا هنا في هذه البلاصه كيخلي ظهرهم في هذه الجهه والرجلين كيتشدوا من هنا اوكي ها كيفاش الطريقه فهمتي كيبدا يكب لهم الماء غتموت غتموت كيبقى يكب لهم الماء في الفم يعني ما تقدرش تنفس وهذيك القطة يا ربي السلامة ولا بغيت الحرام كان قتالي ما خلى ما دار حتى شي حوايج ديال التعذيب الموت الموت التعذيب اللي ما عمرك ما تشوفي في حياتك غتشوفيه هنا داكشي بزاف مازال باقي ما يتشاف مازال خصنا ندخلو هنا ونشوف العذاب الكحل. المهم هذا تا هو مسن اوكي ما عرفتش الطريقة هذي كيفاش كيدير ليه لا هذا اللي كانوا كيشحطو بيه عادي يا ربي السلامة اوكي هذا سادين وما عرفتش شنو فيه الداخل اوكي خويا شوف معنا هذا تا هو اوكي كيفاش كان كيعذبهم يعني العذاب الالي يمكن شوف صانعة بلاصة اليدين وبلاصة الراس والرجلين كيفاش كتولي يا ربي اورايت هذا على شكل خنزير ما عرفتش كيفاش كان كيدير ليه اوكي هذا زي هو في بحال بحال كله بلا ما عرفتش الداخل كيفاش كيكون. المهم هذا زي هو هذا واحد اخر يقدر هنا كيبين شويه اها يا ربي السلامه شفنا هذا كيفاش كيدير له كله في كيحط ريوسهم اورايت اوكي هذه ما عرفتش كيفاش كيدير لها هي هذا كزير على ركابي يا ربي السلام هي هذه الموت كحل حرام كان كبتها
ناري هذا المنشار كيقسم بين الناس على جوج. هذا المنشار اخوات كان كيقسم بين الناس على جوج. هاو مبين هذا لتحت هذا ما عرفت واش ديال اش هو. هو هذا كيربط العنق واليدين بجوج، كيبقى محبوس بالعنق وباليدين. اوكي ناري هذا مزال بقى تقدر تطلع لفوق. اوكي خوت هذا بالضبط. كتجلس هذا جلس هنا كيشدك من العنق، يشدك من العنق هنا كيخليك جالس. شوف هذا مبينين راه هو جالس مشدود من العنق ومكتفين ليديه والصليبين، يعني هنا كتبقى حتى كتعيا وكتموت على راحتك. نطلع الفوق خوت، وهذاك راه شي كلشي اللي كان لهيه سالينا منه. نطلع الفوق مازال باقي بلايص اخرين. هوبا هذه عندهم ما كيطلع، مازال باقي غرفه هنا وباقي غرفه اخرى الثانيه اللي هي من غير اللي مسدودين. شي واحد مسدودين يقدر ما بغاش يوريهم. المهم ندخلوا دابا باقي غرفه اخرى هنا وباقي الغرفه الثانيه. اوكي هذا بحال السرير، في هاد العيبات هنا. مازال باقي الفوق، مازال باقي الفوق. خلنا نشوفوا هذا والله، شوفوا واحد بواحد. ناري 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 لعذابك الخوت. هذا كان كي حشاكم في كي يلصق. اوكي يعني كيديروا لتحت في الفرج ديال الشخص ديال الراجل المرأي واحد وكيبقى معلق وكيدير ليه وزن من التحت. شوف كيدير ليه وزن، يعني كيدير ليه الوزن وزن بنادم كيبقى معلق في اليدين، في اليدين لاحظوا في اليدين، في اليدين وفي المهم ما يسترنا ويستر الناس. هذا كيفاش المهم هذا كان كنظن ان لتحت كانوا مش كيديروا العافيه وقيله لتحت، يديروا العافيه لتحت وهو اوكي يتشوى الفوق. الله يستر يا بالسلامه. اوكي هذا هو الشاقور اللي كانوا يقطعوا به الريوس، شاقور كبير. المهم على البلاصه شوف يا ربي السلامه العذاب كان. اوكي لاحظوا معايا هذا مزيان شوف ها هو فين هو. اوكي حرام كان كبسه، ولكن صراحه هو كان كيدير يعني صراحه ما يقدرش الواحد يحكم علاش الناس كانوا كيخافوا منه. كان حتى واحد ما كيقرب لترانسلفانيا بهذه الطريقه، بهذا البلاصه هذا ما كان حتى واحد كيقرب لترانسلفانيا. الا كانت كانوا خايفين بزاف الناس لان عارفين انه يقدر يدير اي حاجه تخوط. دراكولا كان يعني مكبتة مرمولة، ولكن هو كيفاش كان كيدير في الحقيقة هنا ملي سولناه هنا وشفت هو كان كيدير بطريقة بشعة. مهم الطريقة هذه صراحة بشعة بزاف، ولكن هو كان يحاول أن يخلي الناس يخافوا منهم العثمانيين. من كانوا هنا كانوا في هاد البلاصة هادو كانوا محتلين هنغاريين أوتو إمباير أوتو يعني الإمبراطورية الهنغارية كانوا محتل، كانوا انا كيبغيو يحتلوا هنا وهذا وكيدخلوا، ولكن كيوصلوا للبلاصه كيشوفوا هذا الرعب وكيشوفوا الناس كيفاش كيتعذب. بنادم كامل كيخاف، الجي اي واحد كيخاف كيخاف. كتدخل كتحارب ولكن كتقول انت محارب مع واحد وحشي. فهادشي علاش كان كيدير الطرق، هو دراكولا كان كيدير الطرق غير ما قالوا عليه بانه عنده الانياب والسنان وهذا وديك الخرافات وديك الشيء. اما هو كيفاش كان كيدير، كان كيخلع الناس بهادشي، كيعذب الناس اي ماشي كيعذب اي واحد بغى يجي هنا ولا. وحتى الناس اللي كانوا هنا اللي كان حاكم هذه البلاصه، حتى الناس اللي كانوا ساكنين في ترانسلفانيا، اي شفار اي واحد مثلا كيبغي يدير اي حاجه كيدير ليه نفس طريقه التعذيب. فبنادم كيخاف، كلشي كان ماشي على الصراط المستقيم. الله يعطينا مع بنادم هنا شي ثلاثه دراكولا. يلا يلا خلينا نشوف. المهم خوت هذا اللي كنت نقول لكم عليه، ها هو شتو من تحت لفوق، ارجع شويه لفوق شو من الفوق حتى لتحت هو هذا. اوكي شوف هو اللي قلت لكم الطريقه اللي كان كيدير هذه الطريقه اللي معروفه عنده بانه يعزكم الله من الفرج وكتخرج من الفم. اوكي هذه الطريقه اللي كان كيديرها، وشوف فين كيحطها. لاحظوا القلعه ديالو راه بعيده بعيده، هو كيحط اي واحد جاي في الطريق قبل ما كتوصل كتشوف هذا المنظر. كنظن انك ما تقدرش انك اي واحد غادي يخاف، فصعيب انك تضارب مع واحد غتخاف منه لانه هو مجنون. واحد وصل لدرجة انه التعذيب ما عمرك ما شتيه. لاحظوا معنا هذه رويضه ما عرفتش كيفاش كان كيدير لها الفوق هذه،
كيدخل يا ربي السلامه كيدخل بنادم في الرويضه، يعني اش كيدير رويضه وحده الفوق وحده لتحت، وكيبقى يدور فيها حتى كيفرعس بنادم. طرق التعذيب. لحظه ما اشوف، اول حاجه نشوفه هذا اش كيبان مزيان، عنده واحد العيبه هنا كتدور على الفوق، وهذا اوكي. المهم كيدخل راسك لتحت وكيبقى يدور، يعني كيزير لك راسك مع الارض. يا ربي السلامه نشوفوا هاد ناري باقي طويل، ناري شحال خاص هنا الفيديو غيجي طويل بزاف. ناري العذاب، العذاب اخوت العذاب الكحل هنا. اوكي بنادم كان كيتعلق الفوق بركة راه غنبقى تشوفو تا هادو تحرام هذا. المهم هاد التصويرة كان كي شنو كيشد بنادم من اوكي من رجال بن... من التدي ديالهم اوكي. وهادي هي التدي ديالهم اوكي، وهادي هي الطريقة. هاهي كيفاش كان باش كان كيشد بالتدي بحال الكلاب اوكي. يا ربي السلام ورايت. المهم هذا معروف كيحط فيه الرجلين والراس، الرجلين والراس بهذه الطريقة. خلينا ننزلو مازال نشوف الجهة الأخرى، الأخرى دابا اللي باقا لينا هي عاد غنوريكم شنو كاين. المهم خوج هنا عاوتاني، لاحظوا معنا هاد الطريقة أخرى تاع التعذيب. نرجع للور نحاول نشدوها، هاهي هادي، هذا بحال شكل ما كيحطو في كيحط فيه الرجلين أوكي، كيبقى يبقى كيقرد الرجلين أحسن، يعني بحال كيقرد القصبة. يا ربي السلامة. المهم طولنا بزاف في هاد البلاصة أوكي. هادي تاهي معروفة كي يزيرو فيها الرجلين بحكاك أوكي، كتكون مرات هادي على الواقف كيفاش. يا ربي السلامة. هادي لتقطيع تقطعو بها اليدين. ناري ناري دراكولا ولد الحرام كبتها. هذا كيدار على الرأس اوكي، وكيبقى يزيرو فيه. هذا جوج شوكات، واحد لتك واحد لتحت واحد الفوق. وهاد الشوكات يعني انت كتبقى ما تقدرش نزل راسك، كيدخلو لك الشوكات في في الحلق ديالك ولا اوكي. نجيو هنا اش ما بينش، علاش ما بينش اللايت هنا، نشوف كيفاش ما بينش الضو مزيان هنا اخوات اوكي. دابا درنا لايت اوكي. هذا بحال شكل ديال الصباط، صباط فيه كيدخل لك من القدم. يا ربي السلامه ناري العذاب والحرام. هذا كي يسخنو كي لاحظوا انه كي يحمي، يعني كي يسخنو كيحطو على الناس. هذا كيزير على يعني على العنق. يا ربي السلامه العذاب الكحل. المهم خوت دراكولا هنا في هاد الغرفة تقريبا واحد جوج ثلاثة أربعة الغرف، جميع أنواع التعذيب كان كيديرو. ولاحظوا هم هاد الصورة غتبان ليكم بأنه كيفاش كان معلق بنادم معلقو فوق هادي، يعني تخيل مع مرا ولا راجل معلقو فوق هنا، ندير ليه الوزن في يديه والوزن في رجليه. تسنايا كي بنادم باغي يموت، غير الموت الموت الكحل غادي يقتل. طرق التعذيب متنوعة، طرق التعذيب اللي ما عمرك ما غتشوفها هنا غتشوفها في هذا الفلوغ. ما قليل الناس اللي جاو قصر بران، ما شفتش بزاف ديال المغاربه اللي جاو هنا. هو سميتو قصر بران، يعني قصر دراكولا. باقي ما يتشاف، غنحاول بغيت كنحاول ان ندير الفيديو قصير، يعني ما يكونش كبير بزاف باش الناس يقدروا يشوفوه، ولكن صراحه كاين ما يتشاف كاين بزاف، يعني كتشوف بزاف ديال الحوايج. صراحه ما قدرتش ناخذ تصاور، ما قدرتش ناخذ صور كثرت ما بزاف حوايج. بعض المرات كنسها ما كنبقاش كاع نصور، كنسها كنبقى نشوف يعني كيفاش طرق التعذيب، يعني شي حاجه مسطي كان دراكولا مسطي. عطينا واحد ثلاثه ولا اربعه في المغرب، كلشي غيش في الطريق، كلشي غيش في الطريق ما كاينش. خوت سالينا دابا نخرج دابا اول جو ات اوكي، نخرج دابا صافي. مدام الو الو كان اي جو ات وات بليز
Thank you so much. What's your message? Thank you, thank you. أنا فهمت نيش. تبعت نبغى ندير ناخذ بيكتشر. المهم نسيت نركب مرفوض من هنا. هاي الطريف 10 لي يعني 10 لي هي تقريبا 20 درهم 23 درهم مغربية. من الباركود سكان الباركود اللي غيجي هنا لقلعة بران. اوكي يعني قلعة دراكولا. يسكان الباركود. من الباركود غادي يعطيك الويب سايت تخلص 10 تخلص 10 لي وتقدر تدخل هنا في البلاصة. اوكي خلينا نشوفوا الله يسخر. جينا للبلاصة هنا نزلنا من الفوق ها نزلنا حنا. لاحظوا بأن هذا هو القصر دراكولا. المهم جينا هنا لقينا بحال البير. المهم كي يجي هنا قال لك هنا حاطين فيه فلوس. والله لاحظتوا شبعان فلوس. كله فلوس. هذا قال لك هذا جود لاك يعني ملي تحط الفلوس هنا يعطيك الحظ السعيد. اش من حظ السعيد وانت داخل البلاصه اللي كان كيعذب فيها الملايين ديال الملايين ديال ديال البنات. المهم تقريبا حنا سالينا درنا ما عرفتش درنا على البلايص كل من هنا. هاك الدوخ حتى راه مخلين هنا راه درنا هنا فوق وتحت. هذا قال لك التيكيت هنا كاين واحد الشوب اللي بغيتي تاخذ سنه ديال دراكولا. كاين واحد الشوب باي فينا هنا راه الشوب كاين لتحت تاخذ سنه ديال دراكولا. هذه بحال البلان. يا سلام انا ما عرفتش من الطرف الداخل. المهم وائل سالينا من الصباح اللي كندورو انا خوت قال لك انا تخرج برا ولا ما عارف فين. مازال بقى نشوف الاستراحه. مازال بقى نسركلو من هنا ندخلو نشوفو الشوب. الشوب اللي كان هذه شوب يا محل صغير اللي كيبيعو داكشي ديال سنان دراكولا وداكشي. اوكي يعني ما يتلبق. المهم خلينا ندخلو نشوفو البلايص الاخرين. كاين شي بلايص سادينهم ما عرفتش علاش سادينهم بزاف ديال البلايص سادينا. اوكي خلينا ندخل هنا خوت من هاد الشوب هادي هنا كتسافر. خدينا واحد التيكيت ب 20 لي غندخلو فيها. الواحد الثاني هنا الثاني اللي غندخلو فيها دابا هادي غنزلو فيها تحت الارض البلاصه اللي كانوا كي اسكيب يعني كندوب كتر ما كندوب لونجلي بزاف يعني البلاصه اللي كانوا كيهربوا منها غنزلو واحد الثاني دابا غنوريكم. هي هادي حنا خلصنا هنا. قال لك ينزل واحد واحد. اوكي اوكي المهم ندخل هنا. التيكيت غنعطيو السيده خلينا معاه. هو هذا اللي غندزل فيه ثاني واحد. اوبا يا اوكي ثانك يو. المهم ما عادش كيبان فيه بزاف من بعد بغا يتسد دابا هنا وغنشوف ما بقى كيبان والو. ما بغا نزلو ها غنزلنا تحت الارض بقى كيبان والو اخوت دابا شويه. المهم كيبان لك بحال زعما راه حنا شوف انا راح ندورك اشنو كيبان هنا بحال راه انت نازل. خوف الخوت. يا الخوت منين جينا يا كبيرونك باش علينا الضو باش على الضو. الناس منين كانوا منين كانوا كيهربوا. ماما خوف من بعد مدارو لا ترميم بقى. زوينه في هاد الدور شي تخلصنا 20 لاي على قبل باش نجيو هنا وبغينا نوريونا فينا هما الخلعه فينا هو الموت. يلا دخلتي هنا نزلنا الله يلا زوينه هادي صافي شي قال ما عندك الكارت دابا شوفوا الكارت. اوكي هنا فين وصلنا اوكي سالات المغامره اخوات نزلنا من هنا سالات المغامره وين البيت. اوكي نراكم في القريب العاجل من تحت المغارة اخوات. خلينا ننزلو. اوكي
خرجنا للطاق. واه شحال ديال الثلج 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 الجو يا سلام. مهم براند كاستر قلعة دراكولا خرجنا من التحت. اوكي سالا الفلوق ديالنا. دانيلا مشات هي والوالد عندها لانها مشاو عند وليد صغير. ما كان اصلا الوليد صغير خليناه مع في الطوموبيله مع جداتو ولكن صافي بدا كيبكي فمشات هي. هذيك فاش بقيت انا غير انا بوحدي. المهم حنا دابا في البلاصه اوتسايد براند كاستل. صراحه اللي قلعه اللي شي مخيفه مسطيه ولكن التجربه كانت زوينه. شاركناها معاكم. لا عجبكم الفيديو الخوت ما تنساوش ان تشاركوا في القناه عندي اللي هي مروكين ان رومانيا مغربي في رومانيا. هي في الاول كانت ماد فيت لايف ستايل لكن غيرتها. نتمنى ان شاء الله خوت تكونوا بالف خير وصحه وسلامه. حاولوا انكم تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشي كومونتير زوين من عندكم باش كبر القناه وباش نزيدوا في نشريو ماتيريال حسن كاميرات حسن نشريو بزاف د الحوايج. يعني هذا غيكون مساعده باش نقدروا حنا نطوروا في الـ في الـ في سميتو نطوروا في في لي فيديو في الماتيريال باش تكون الكاليتي باش تكون زوينه. شكرا لكم بزاف. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحه وسلامه. ما تنساوناش من الدعم لايك 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 وسبسكرايب. تحيه من عندي.